بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه جعل لهم مواسم للخيرات يغشاهم فيها بالنفحات والبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وشهر رمضان هو أعظم موسم من مواسم الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما أمكنه من أصناف الطاعة والعبادة. ومن العبادات التي لها ارتباط وثيق بشهر رمضان صلاة التراويح، شعيرة عظيمة لها جلالها في نفوس المسلمين ولها منزلتها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأداها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصلى بالناس إماما صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك سنة عملية عنه صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة يصلي في المسجد، فصلى رجال بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح تحدث الناس أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة الثانية اجتمع في المسجد عدد أكبر من العدد الذي كان في اليوم الأول، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما كان اليوم الثالث اجتمع عدد أكبر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد عن آخره، وانتظر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الفجر، ثم التفت إليهم فقال: لم يخف علي شأنكم الليلة البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. وحافظ المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة التراويح جماعة في المسجد إلى يومنا هذا، فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شعيرة متعلقة بقلب كل مسلم. صلاة التراويح سنة وليست واجبة، ولكن من ضيعها فقد حرم نفسه فضلا وثوابا عظيما. صلاة التراويح الأفضل أن تصلى جماعة في المسجد، ولكن من فاتته صلاة التراويح في المسجد فيجوز له أن يصليها في بيته إدراكا للأجر والثواب. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، إنه على ما يشاء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.